السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا الأعزاء، من القناة الأولى في تلفزيون المملكة العربية السعودية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الجمعة 23 من جمادى الأول عام 1412 هجرية. معظم الصور اللي تشوفها خذتها هذه الكاميرا، وحلاوتها كمان انه ما تحتاج إضاءة عالية، تعطيك فوكس ممتاز. هذه الكاميرا دارت معايا العالم كله. هذه اسمها مينوكس. أكثر من تأثر بسفري للدراسة بالخارج كانت والدتي. كانت يعني لا تكف عن البكاء، وكانت في كل مناسبة وكل جلسة وكل اجتماع لهم تترقرق دموعها لأنها كانت تفتقدني. وأنا فعلا يعني أنا كنت رفيق حياتها، يعني من أنا كنت أول أولادها لما كان عمرها 19 سنة أو 20 سنة، وعشت طول حياتي قريبا منها، كنت دائما ملتصق فيها. فأحدثت بذهابي للدراسة في الخارج فراغ كبير وفجوة في حياتها، وكانت هي أسعد الناس بتخرجي وعودتي. وحتى يعني في البداية أنا لما تزوجت أصرت أني أسكن معهم، يعني فسكنت مع في منزل والدي سنتين بعد ما تزوجت، إلى أن رزقت ابني ثامر، وبعدين انتقلت إلى سكن وزارة الدفاع. وكان منسوب إيش فيه؟ كثيرون يسألونني لماذا لم تختصر المشوار وتدرس إعلام من البداية وتترك الهندسة والمجال الفني. الحقيقة أنا شخصيا لم أكن مقتنعا من البداية أني أدرس إعلام، لأني في تلك الفترة كنت أشاهد ما يعانيه الإعلاميون. الإعلامي هو عبارة عن مصباح يتوهج طالما أن هناك من يمده بالطاقة الكهربائية، بينما الإنسان اللي بيده شهادة علمية، هندسة، قانون، أي تخصص، لا يستطيع أحد أن يلغيه. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يعمل في المجال الخاص. حتى هندسة الطيران في فترة من الفترات كنا لما نتقاعد من القوات الجوية فين تروح تفتح ورشة إصلاح صيانة الطائرات؟ ما في. لكن الآن زملائنا كلهم يشتغلون، كلهم يتعاقدون مع شركات الطيران الخاصة التي فتحت في كل مكان. فمن البداية أنا ما كنت مقتنع بالتخصص في دراسة الإعلام، ولكن كنت مقتنع بأنه الإعلام هواية جميلة، ترف، إذا تستطيع أن تمارسها والفرص متاحة فشيء جميل، إذا لم تستطع فخلاص وصلت إلى نهاية الطريق. ولذلك أنا يعني كما تحدثت قبل قليل، عندما تعينت ضابط كنت ذاهب إلى وزارة الإعلام وأنا يعني رايح أودعهم عن قناعة أنه هنا وصلنا إلى نهاية المشوار. كانت تجربة حلوة، كانت تجربة صبا وشباب وشوية شهرة وممارسة هواية، ولكن الآن لازم أنتبه لمستقبلي، لازم أركز على الحياة المقبلة التي سأنتهجها. الانقطاع عن العمل في المجال التلفزيوني ليس له علاقة بعمري أو بسني، ولكن له علاقة كبيرة بجلدي أنا على القدرة على الالتزام بالمواعيد والالتزام بالارتباطات. التقاعد أشعرني بمذاق الحرية الجميل،
أنك ما يكون عندك ارتباطات، ما يكون عندك مواعيد، أنك يعني تعيش حياتك كما تحب. أيضا زحمة الشوارع، يعني الآن لو أبغى أقرأ نشرة أخبار يبغى لي أطلع من البيت قبل بساعة ونص أو ساعتين حتى أصل إلى المحطة في الوقت المناسب. من أول كنا نطلع قبل بربع ساعة. ثالثا لم أتلقى العرض المناسب الذي يليق بي كقيمة وكخبرة وكتجربة تلفزيونية، وأنا لا أحب أن أبخس نفسي حقها ولا قيمتها، ولذلك أنا أكتفي الآن بأن أكون ضيفا على البرامج بدلا من أن أكون مقدما لها. هذا شيء يعني أيضا جميل. الإعلامي الذي سيظهر على التلفزيون يجب أن يقول لنفسه كما كنا نقول لأنفسنا بعد لحظات: أنا سأكون ضيفا على جميع بيوت المملكة العربية السعودية، وعلي أن أكون ضيفا مهذبا رزينا لبقا، وأن أحترم سمعة هذا الجهاز الذي أنا أعمل فيه. خلصنا؟ الله يعافيك.